إذاعات راديو النيل في الحقيقة كمان بتتألق برعاية الشركة المتحدة في تغطيتها عبر منصتها الرقمية. كمان الإذاعية آلاء جويش خاضت تجربة كده لطيفة جدا، وهي القفز من الطائرة بمسافة 13,000 قدم، والتجربة دي يعني هتكلمنا عنها أكتر آلاء اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. مساء الفل عليك يا آلاء، جالك قلب إزاي؟ مساء الفل الاول عليك يا فسنت، ومساء الفل طبعا على كل المشاهدين. الحقيقه بصي، الموضوع انا قعدت افكر فيه كتير الاول، وبعدين طرحته اول ما عرفت ان التجربه موجوده على هامش مهرجان العالمين وبتنطلق يعني من طبعا المطار عشان الطياره وكده. رحت الاول اقترحت على استاذ اميمه شكري رئيس تنفيذي راديو النيل، واستاذ مايكل ماهر المسؤول مدير قسم السوشيال ميديا، وطبعا برعايه الشركه المتحده قلنا يلا هنعملها. يلا يا جماعه، ايه ده برضه كده اميمه الحقيقه؟ انت بنفسك يعني اقترحتي الموضوع ده؟ انا اللي بصي، انا اللي رحت. هم الحقيقه كانوا خايفين يعني، عشان ما اكذبش عليكي يعني، سواء كانت استاذه اميمه او حتى مايكل لغايه اخر لحظه قال لي انا مش هتكلم معاكي يعني واحنا خلاص بنصور بقى، قال لي انا مش قادر اقول لك حاجه، فان شاء الله ان شاء الله ما ترجعينا بالسلامه اللي بنتكلم. بس كان بصي، كان في هم كانوا قلقانين، واستاذه اميمه قالت لي انت متاكده؟ قلت لها والله انا عايزه يا جماعه، انا كده عايزه اخد التجربه على مستوى الشخص. الموضوع امان يعني، احكي لنا اكتر عن التجربه نفسها، من لما عملتوا تيك اوف من الارض لغايه وانت في الجو حسيتي بايه؟ كنت لسه عندك الادرينالين ده حاسه بيه ولا خفتي شويه؟ الادرينالين ده لغايه دلوقتي مكمل معايا. هو بيكمل، قالوا لي بيكمل 48 ساعه، بيفضل طبعا معدلاته في الجسم عاليه. بصي انا الاول كنت طبعا يعني مترقبه، او كنت بتابع دايما الفيديوز وكده اللي بتتعمل بره في دبي وكده، وكنت دايما نفسي قوي اعملها في مصر. وكنت عارفه انها بتتعمل عند الاهرامات وكده، ولما بدا قلت بقى لا يعني في العالمين اكيد الفيو مختلف، احنا عارفين يعني. بصي مصر بلدنا الحقيقه، كل المناطق اللي فيها حلوه. نعم، شفتي ايه من فوق؟ احكي لنا. لا هي كفايه البحر، الابراج، كل الفنادق بقى من فوق، كل الكوره من فوق. بصي الاول هي انا وانا الاول ما طبعا بيقولوا لنا الاول التعليمات، وبنلبس اللبس الخاص اللي ليه اسم كده بس طبعا راح من بالي الحقيقه، بدله اعتقد كتير قوي يعني. وبيربطوا كل الربط وكل الامانات الاجراءات، والكابتن اللي بينزل معاكي بيقول لك، كابتن يحيى يعني عايزه اوجه له سلام برضو، قال لي هخبطك خبطتين مش عارفه هتعملي ايه، هخبطك خبطتين تطيري، هخبطك خبطتين تاني تمسكي بتاع، انا ولا حسيت بالخبطه اصلا. بس اول يعني طبعا لحظه فتح باب الطائره، وانه يلا دي انا طول عمري بقول نط النط على اساس ان احنا بنعمل تمارين رياضيه في الصباح. رجعتي في كلامك فيها صح؟ حسيتي عايز ترجعي في كلامك في الحته دي؟ حسيت واحنا بجد بنعمل كده. بعدين انا اول ما في حد بروفيشنال من المصورين، انا مش عايزه اقول لك، هو اتشعلق على الباب اكنه متشعلق على اتوبيس اول ما فتحوا باب الطياره. اتشعلق باب الطياره وراح نط، والله الموضوع بسلاسه كده قال الله. وبعدين انا لغايه دلوقتي عقلي مش مستوعب ان انت لما بتنطي انت بتقعي. يعني انا الحته دي مش قادره استوعبها لغايه دلوقتي. هو انا كنت بقع بجد؟ دي انا مش مستوعباها خالص، لان انت بتقعي بس طبعا بسرعه معينه محسوبه طبعا، ففي وقت معين بيبتدي يفتحوا الباراشوت وتبتدي بقى مرحله اللاندنج بقى بالراحه، بس بتقعد بقى فتره برضه. حسيتي بايه وانت في الجو وانت في الارض؟ يعني ايه الاحساس كان عامل ازاي؟ في الجو سوبر وومن، لا انت بتطيري بجد. وبعدين انا ما حسيتش اني بقع، يمكن من ضغط من الهواء كتير، حاسه اني يعني حاسه بس انك بتطيري ومستمتعه بالفيو. يعني او بصي اول دلقه هي نط النطه دي هي اللي هي فيها اللي هو تحسي ان انا استشهدت طبعا. اكيد الله الله ويلا ونطيت. بعدين حسيت ان انا في امان، انا مش حاسه اني بقع يعني، مش بقول لك مش قادره استوعبها، انا حاسه ان انا مرفوعه بالجو. فما فهمت بعدين، حاسه بقى ان هو يلا القدرات احنا بجد بنطير، الكرتون اتحول حقيقه بجد. وبقيت سوبر وومن، ويجي لي المصور وتعملي حركات. بس طبعا انا من كتر قوه الهواء برضو الكابتن كان بيقول لي لما يجي لك المصور عايزه بقى تعملي هارت، عايزه تعملي مش عارفه ايه، انا اصلا مش عارفه احرك ايدي من كتر يعني حاسه ان ايدي مش اتشلت بس اللي هو مش عارفه ازقها. عارفه الاحساس ده ان انت مش عارفه، عارفه اكنك في الجيم ومش عارفه تجيبي ايدك كده، ما كنتش عارفه احرك ايدي خالص على درجه ان هو زقها لي عشان يجيب ايدي قدام. بعدين عرفت تمام يعني سيطرت بقى شويه،
وبعدين لما خلاص دي بتبقى اصلا بتبقى دقيقه تقريبا، ما بتبقاش كتير بس ممتعه. طب الاء يعني احنا شايفين باراموتر، شايفين سكاي دايفنج، شايفين اجواء كتيره قوي وفعاليات مختلفه رياضيه واكتيفيتيز والحاجات دي كلها، احساسك ايه ان مهرجان العالمين بينقل لنا كل ده؟ يعني انت نقلتيني الادرينالين رش اللي عندك على فكره، يعني أكيد. انا حاسه بيها دلوقتي. انا اصلا عايزه كل الناس تيجي تجربها، انا عايزه اعملها تاني. وتخطيط كمان الراديو، انا فخوره قوي. انت شلون تخيل، انا حسيت بفخر انه في مهرجان العالمين. كمان هو سكاي دايف كان موجود السنه اللي فاتت برضو في المهرجان في نسخته الاولى. بس انا حسيت بفخر قوي ان بلدنا بتقدم انواع رياضات مختلفه، سواء كانت على الارض اللي موجود زي ما كنت عملت، يعني كان في كذا تقرير معاكي من الفولي والباسكت بول وغيرها، والباراموترز بقى الحاجات اللي ليها علاقه برضو بالطيران شويه، غير بقى السكاي دايف والسباحه في الفضاء. حسيت عارفه انه لما تحسي ان بلدنا مسيطره ارض وجو وبحر، الاحساس ده انا حسيت حقيقي بفخر. حسيت ان انا مبسوطه قوي، ان انا فعلا كان نفسي اعملها، وكان نفسي اعملها في بلدي، وحقيقي اتبسطت ان انا ما حسيتش ان انا مثلا انا اتاخرت، ان انا يا ريتني كنت عملتها قبل كده في بلد تاني. لا أنا هي احلى حاجه انها تتعمل هنا. راديو النيل كمان يا الاء عامل دور كبير قوي في المهرجان، يعني انتوا بتوقفوا الناس وبتسالوهم وبيتفاعلوا معاكوا. احكي لنا اكتر عن تخطيط راديو النيل لمهرجان العالمين. بصي عامه احنا الحقيقه كراديو انا وكل زملائي من بدايه، من قبل بدايه المهرجان ولما بدا تم الاعلان عن التفاصيل وان احنا هنبقى موجودين في التغطيات باشكال مختلفه، سواء كان تغطيه الفعاليات او مع الجمهور، فكره ان يبقى في تواصل دايما، الناس بتبقى سامعه الراديو وممكن ما تبقاش، طبعا في ناس بتبقى تقدر تخش تشوفك على السوشيال ميديا، وفي ناس بتبقى مكتفيه بانها تسمع صوتك بس. فان هم ييجوا ويتفاعلوا مع المذيعين في الاربع محطات بقى لراديو النيل، ويكلموا معاهم، ويبقى في العاب وفي مسابقات، ويبقى في لقاءات مختلفه سواء كانت في الفعاليات او في المنطقه الشاطئيه في ناحيه البوث بتاع راديو النيل. الموضوع ده عمل اجواء الحقيقه احنا ما كناش، انا عن نفسي بالنسبه يعني بشكل شخصي ما كنتش متوقعها، ومبسوطه قوي ان انا بنتمي لراديو النيل في ان هو قدر ان هو يخلق حاله من العلاقه كده اللي احنا دايما بنحسها مع المستمعين، يعني عبر الاثير في الراديو، ان احنا دايما حاسين ان احنا في عيله كبيره بتجمعنا مع بعض. لا يعني اتنقلت بقى على ارض الواقع، ان احنا نقابل الناس وان هم يشوفونا ويقول اه ده انا بسمعك، اه ده انا بسمعك، وهكذا مع كل زمايلي كلهم اللي موجودين في مهرجان العالمين من اول ما تم افتتاحه لغايه دلوقتي، ولسه ان شاء الله مكملين تغطيات اكيد ومفاجات كتير في راديو النيل. اكيد دي حاجه الحقيقه ان شاء الله دايما يبقى فيه مكسرين الدنيا يا الاء في الحقيقه، وعاملين شغل حلو قوي قوي، واحنا بنشكركم على المجهود الكبير ده. بنشكرك اكيد الاء جويش المذيعه براديو النيل زميلتنا العزيزه، كل الشكر ليكي.